تحية طيبة مشاهدي الكرام، 8 مساء بالتوقيت العالمي الموحد. نشرة الأخبار من الموريتانية يصحبكم فيها محمد الحي ويستهلها معكم بأبرز العناوين. جامعة نواكشوط العصرية والمدرسة العليا للتعليم تنظمان ندوة علمية بمناسبة مرور ما يزيد على 100 عام على وفاة العلامة محمد محمود والتلاميذ. مدينة الوريب تحتضن فعاليات النسخة 6 من مهرجان تراث الصيد البحري تحت شعار المحافظة على مواردنا البحرية وترقيتها. وتتابعنا في ملف نشرة، مشروع الصرف الصحي طموح لقيد الإنجازات. أهلا بكم إلى تفاصيل هذه النشرة. نبدأ نشرتنا ببريد رئيس الجمهورية سيد محمد عبد العزيز، حيث وجه سيادته برقية تهنئة إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني. وقد جدد رئيس الجمهورية في هذه البرقية لسمو الأمير حرص بلادنا على مواصلة العمل من أجل تعزيز علاقات الأخوة والتعاون القائمة بين البلدين. ومن أنشطة البرلمان في هذه النشرة، خصصت لجنة المالية بالجمعية الوطنية الاجتماع الذي عقدته اليوم برئاسة رئيسها السيد سيدي بابا أولي لها لمناقشة ميزانية وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي في مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2017. وتابعت اللجنة خلال الاجتماع عرضا مفصلا قدمه وزير العدل الأستاذ إبراهيم ملدادة وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي وكالة، استعرض فيه مختلف بنود هذه الميزانية. كما خصصت لجنة المالية بالجمعية الوطنية الاجتماع الذي عقدته مساء أمس برئاسة رئيسها السيد سيدي بابا أولي لها لمناقشة ميزانية وزارة التشغيل والتكوين المهني وتقنيات الإعلام والاتصال في مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2017. وتابعت اللجنة خلال الاجتماع عرضا مفصلا قدمه وزير التشغيل والتكوين المهني وتقنيات الإعلام والاتصال السيد جا مختار ملل، استعرض فيه مختلف بنود هذه الميزانية. وتتابعون في ملف النشرة لهذه الليلة، مشروع الصرف الصحي طموح قيد الإنجاز. أهلا بكم من جديد. نظمت جامعة نواكشوط العصرية بالتعاون مع المدرسة العليا للتعليم صباح اليوم ندوة علمية بمناسبة مرور ما يزيد على 100 عام على وفاة العلامة محمد محمود والتلاميذ الشنقيطي. وتهدف هذه الندوة التي حضرها عدد من العلماء الأجلاء وعمداء في الجامعة ودكاترة وأساتذة إلى إبراز هذه الشخصية العلمية والأدبية التي ذاع صيتها في مغارب الأرض ومشارقها. هي ندوة علمية تبحث في العمق من منطلق أكاديمي المكانة المرموقة التي حب الله بها علماء بلاد شنقيط، وتركز في تحديد محاورها على استحضار الماضي المشرف للعالم اللغوي الضليع والمحدث والأصولي والمحقق البديع العلامة محمد محمود والتلاميذ الشنقيطي رحمه الله. فقد اشتهر العلماء الشناقيطة رغم شح الموارد بنهم لا يشبع إلى تحصيل العلوم والمعارف وجهد لا يفتر وعزم لا يلين في سبيل تنمية المعرفة ونشرها وتعميم النفع بها، وقدموا جسام التضحيات للرفع من شأن بلادنا كما مثلها تمثيلا مشرفا في المحافل الدولية. ينطلق هذا الوصف على الشيخ محمد محمود والتلاميذ رحمه الله الذي تنعقد هذه الندوة للاحتفاء بذكراه 100، وهو يمثل بحق نموذج العالم الموريتاني المتبحر الطموح. المدرسة العليا للتعليم بالتنسيق مع جامعة نواكشوط العصرية تنظم هذه الندوة تذكيرا بالخصاء الحميدة لهذا العالم الفذ وإبرازا لإشعاعه العلمي والمعرفي الذي أنار قبل قرن من الزمن مناطق شتى من العالم الخارجي. إن حاجة الوطن ما زالت قائمة اليوم وغدا
بل هي ماسة للتعريف بهؤلاء الأفذاذ وإبراز مآثرهم والتنويه بأفضالهم على البلاد وإخراج تراثهم إلى النور وتثمينه واستثماره في التنمية الوطنية. والغاية من كل ذلك في المقام الأول اعتبارية وتعليمية، إذ يشكل عرض سير ومسارات هؤلاء الأعلام المتميزين في التحصيل العلمي والشأو البعيد الذي بلغه من ذلك متمثلا فيما وصلنا من ثمرات عقولهم، ما هو في الحقيقة عبرة لمن يعتبر وفي الواقع معدن غني بنفائس الدروس. الجلسات العلمية المبرمجة في الندوة تتناول في محورها الأول حياة العلامة محمد محمود التلاميذ ومساهماته النبيلة في إحياء وتعليم وتوجيه المسلمين وتبيان الشريعة السمحة. وفي المحور الثاني تقدم الندوة عرضا حول المشاركات العلمية واللغوية والأدبية التي تميز بها عطاء خادم العلم في المشرق والمغرب العلامة محمد محمود التلاميذ الشنقيطي المتوفى عام 1904 ميلادية رحمه الله. استقبل رئيس الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب الدكتور محمد محمود الحلس مساء أمس بمقر الآلية في نواكشوط بعثة اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التي تزور بلادنا حاليا. وقدم رئيس الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب خلال الاجتماع عرضا عن الآلية مبرزا أهدافها والأدوار التي تقوم بها في إطار الوقاية من التعذيب ونشر وإشاعة ثقافة حقوق الإنسان. وتم التطرق في هذا اللقاء إلى إنشاء آلية وطنية للوقاية من التعذيب جاء في إطار الإنجازات الكبيرة التي حققتها بلادنا في مجال حماية وترقية حقوق الإنسان في مختلف المجالات. جرى اللقاء بحضور المفوض المساعد لحقوق الإنسان والعمل الإنساني السيد رسول للخال وأعضاء الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب. نتحول إلى العاصمة الاقتصادية نواذيب التي شهدت مساء أمس انطلاق فعاليات النسخة السادسة من مهرجان التراث الصيد البحري تحت شعار المحافظة على مواردنا البحرية وترقيتها ضمان لتنميتنا. ويأتي تنظيم هذا المهرجان ضمن تعاون مشترك بين ولايتي داخلة نواذيب وقطاع الصيد والاقتصاد البحري من أجل ترسيخ ثقافة الصيد البحري والتعريف به وبدوره في التنمية الاقتصادية للبلد. النسخة السادسة من مهرجان تراث الصيد البحري المنظم من قبل ولاية داخلة نواذيب بالتعاون مع وزارة الصيد والاقتصاد البحري على مدى 3 أيام. وتتضمن هذه التظاهرة السنوية فعاليات متنوعة تشمل تنظيم معارض بمشاركة المؤسسات والاتحاديات والروابط المهتمة بمجال الصيد بشقيه الصناعي والتقليدي. يعكس الحضور المتميز لهذا المهرجان بتنوعه وثرائه القيمة الحضارية لتراث نعتز به، وهو حصيلة كفاح وصبر لمجموعات تحدت الظروف وقسوة الطبيعة لتحفظ لهذا الشاطئ الممتد من الرأس الأبيض إلى انجاكو هويته وتستكشف ما يحتوي عليه من ثروة وفيرة بدأنا والحمد لله ننعم بها. فلأهلنا في قرى إمراق وانجاكو وكل بقعة من شاطئنا كل التقدير والعرفان. وبعد كلمة الافتتاح قام الوفد الرسمي بجولة في أجنحة المعارض المنظمة على هامش المهرجان وتعرف على نوعية المعروضات ومهام المؤسسات والاتحاديات المشاركة في هذه المعارض التي تشهد إقبالا كبيرا من الزوار وساكنة مدينة نواذيب. هذه النسخة كانت على المستوى ما شاء الله، ويمكن القول بأننا سنتمكن من رفع العديد من التحديات مما سيجعلنا مؤهلين أكثر من أي وقت مضى لمواكبة جميع التطورات المتلاحقة. وأتطلع لغد مشرق حافل بالإنجازات والمكاسب التي ستجعل منا قطبا اقتصاديا يعول عليه في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. هذا المهرجان اللي عبر عن النشاط الحقيقي لساكنة مدينة نواذيب اللي هو الصيد وكل ما يتعلق بالصيد من استثمار، من منتجات، من سياحة، من نزهة، من مشاركة كبيرة في تنمية البلد وفي تنمية اقتصاد بلدنا. السهرة الفنية والثقافية الأولى من مهرجان التراث الصيد البحري عرفت مشاركة فرق وطنية قدمت نماذج من المديح النبوي الشريف احتفاء بمولد خير البرية صلى الله عليه وسلم، كما تضمنت المشاركات الأدبية قصائد حول تراث الصيد وأهميته في منظومة الثقافة الوطنية. <تصفيق>
وفي إطار المهرجانات الثقافية دائما تضمنت فعاليات النسخة السادسة من مهرجان المدن القديمة تنظيم نشاط ثقافي مكن من إحياء العديد من الألعاب التقليدية الخاصة بسكان ودان، كما أسهمت الليالي الفنية للتظاهرة في إحياء الساحة الثقافية والكشف عن مواهب وقدرات الفرق المشاركة من مدننا الداخلية. كثيرة هي الأسرار وعديدة هي العادات والتقاليد المحفورة في ذهن الساكن الواداني. في إطار فعاليات مهرجان المدن القديمة تناهى الكل إلى فناء الرحبة التي كانت يوما ما محل الحل والعقد، يحيي اليوم فيه السكان تلك الذكريات ويستحضرون الأمجاد. دقداقة رقصة تراثية ودانية عريقة يصطف فيها الطرفان وهم يحملون أسلحتهم، تحاكي الرقص عملية كر وفر، وبالطبع في النهاية يوجد مهزوم ومنتصر. تويديليت النملي رقصة أخرى يتبارى فيها الشباب في قوة التحمل والصبر على المجالدة. محمد سالم للدولة شيخ تجاوز عقده الثامن يقف اليوم ليحدث الحاضرين عن تاريخ التكافل الاجتماعي عند الوادانيين وكيف استطاع البعض بناء دار في يومين وحفر بئر في يوم واحد. يروي أيضا هذا الشيخ كيف قرر سكان وادان بناء المسجد العتيق في أسبوع. لعبة الحبل من الألعاب النادرة التي يعشقها السكان، 10 شبان من حيين من المدينة يقومون بشد الحبل من الطرفين لاختبار قوة الساعد وشدة التحمل، فيما يقوم النسوة بالزغاريد لتشجيع المتنافسين. فرح ومرح تواصل بعد أن أسبل الليل ستاره فتناهى الكل إلى ساحة المهرجان. في ليلة كانت فنية بامتياز، فرق من الشنقيطة وتشيتة وولاتة تبارت في المدح والأغاني الفنية والفلكلور الشعبي ذي الدلالات المتعددة، ناهيك عما حملته العروض من مدلولات حضارية وعادات اجتماعية ضاربة في عمق التاريخ. يحيي أهل وادان ليالي المهرجان بالإقبال الكبير والتفاعل الشديد مع كل ما يقدم عبر هذه الخشبة من عروض، وهي بحق استطاعت استنطاق التاريخ المشرق والزمن الغابر لمدننا التاريخية الأربع. شكرا لي زميل عبد الودود. من الأنشطة الأحزاب السياسية في هذه النشرة، نظم حزب رفاه مساء أمس بدار الشباب القديمة مهرجانا جماهيريا بمناسبة انضمام كتل ومبادرات وفعاليات سياسية إلى صفوف الحزب. وقد تعقب على منصة الخطابة رؤساء وممثل القوى السياسية المنضمة، حيث أكدوا أن قناعاتهم بالانخراط في الهياكل التنظيمية جاء بعد قراءة متأنية لما يجري في الساحة السياسية، استخلصوا منها تطابقا في الرؤى مع حزب الرفاه في القضايا الوطنية الكبرى لتعزيز الوحدة الوطنية والسهر على تحقيق تنمية شاملة وتكريس مبادئ الديمقراطية والمحافظة على المكتسبات الوطنية التي تحققت في هذا المجال. رئيس حزب الرفاه سيد محمد ولفال استهل خطابه بنصرة المصطفى صلى الله عليه وسلم ورحب بالفعاليات السياسية المنضمة إلى الحزب. ونحن في شهر مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نؤكد أن حزب الرفاه بكامل منتسبيه مع النصرة الكاملة للرسول صلى الله عليه وسلم نقف بكل حزم في وجه من يحاول المساس من المكانة العالية السامية الشريفة لرسولنا صلى الله عليه وسلم كائنا من كان، ونطالب وبإلحاح بإنزال أشد العقوبات بكل من يتجرأ على رسولنا. نرحب بالذين انضموا إلى اليوم ونقول لهم أنهم شركاء في المرحلة السابقة، وهم كانوا معنا وإن لم يكن كانوا معنا من حيث الفكر، من حيث الانتماء، من حيث الشعور، من حيث التضامن، وإن كانوا خارج الحزب في إطار التنظيم قبل اليوم. وأكيد أن
مجيئهم إلى حزب الرفاه هو لبنة جديدة من ضمن لبنات عديدة. نظم المنتدى العالمي لنصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم مساء أمس بساحة مسجد ابن عباس بالعاصمة واكشوط مهرجانا لنصرة خير البرية عليه أزكى الصلاة والسلام. وقد تخللت المهرجان الذي حضره رئيس المنتدى العالمي لنصرة الرسول صلى الله عليه وسلم الشيخ والعلامة والولي الصالح علي رضا بن محمد ناجي عدة مداخلات أوضحت بالتفصيل سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام والمكان التي يحتلها في قلوب المسلمين وتبيان حكم الإساءة إليه. كما تضمن المهرجان بعض الإلقاءات الشعرية في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم. نظم المركز الثقافي المصري بنواكشوط دورة تكوينية بالتعاون مع نقابة الصحفيين الموريتانيين في إطار أنشطة الثقافية والإعلامية. وخلال هذه الدورة أكد مدير المركز الدكتور نشأت حسن على أهمية هذه الدورة التي تزامنت مع النجاحات التي حققتها بلادنا على المستوى الإقليمي والدولي في مجال حرية الإعلام. وسيستفيد المشاركون في هذه الدورة من عدة محاضرات في المجال الإعلامي تتعلق بفن الكتابة الصحفية والضوابط الأساسية للخبر بالإضافة إلى الأجناس الصحفية في مختلف المدارس الإعلامية. تعلق ساكنة العاصمة نواكشوط آمالا كبيرة على مشروع الصرف الصحي الذي بدأ العمل في إنجازه في مسعى من الدولة إلى حل مشكل المياه التي تغمر العديد من المناطق مع كل موسم تساقطات مطرية. الملف التالي يستعرض المراحل التي قطعها إنجاز هذا المشروع الكبير. معدات صينية تحفر في جوف التربة بجوار مطار نواكشوط القديم. في عمق هذه الأرضية المنخفضة مياه تهدد بنية التربة، لكن أنياب هذه الجرافات تعمل منذ بعض الوقت على اقتلاع جذور المشكلة ضمن مشروع طموح جاء ثمرة تعاون موريتاني صيني لتجنيب نواكشوط الأثار السلبية لمياه الأمطار في انتظار إنجاز شبكة صرف منزلي. مضى على هذه الأشغال ما يناهز سنة، وهؤلاء العمال يقومون بعمل مضن يحظى باهتمام من لدن السلطات العمومية التي سخرت الموارد لإنجازه في الآجال المحددة. فقبل أقل من شهر من الآن أدى وزير المياه والصرف الصحي رفقة السفير الصيني في بلادنا زيارات لورشات العمل المقام بها. فالمشروع الضخم يعتمد مقاربات فنية وبيئية وينتظر أن يشكل نقلة نوعية في مجال شفط مياه الأمطار عن نواكشوط. هذا المشروع ممول من طرف الدولة الموريتانية والتعاون مع الحكومة الصينية، وآجاله 36 شهر وبدوا أشغاله شهر نوفمبر 2015، وراجين حسب البرامج اللي عندنا أنه تكمل أشغاله قبل سبتمبر 2018. هذه محطة تجميع مياه بمقاطعة الكسر، تتقدم الأشغال في إنجاز المحطة ضمن محطات فرعية تصب في خزان أكبر تمهيدا لنقل كميات المياه منها إلى الشاطئ. أما العمال هنا في هذا المقطع المحاذي للمطار القديم فإنهم يسعون إلى وضع هذه الأنابيب بعد الحفر كنوات للشبكة. في المقابل تعمل فرق شركة سي تي إي الصينية في هذا المقطع الآخر على مهمة مماثلة. هذا مشروع الصرف الصحي لنواكشوط الممول في إطار علاقات التعاون المثمر بين موريتانيا والصين، والهادف إلى إنشاء شبكة صرف صحي قادرة على شفط مياه الأمطار. نحن هنا في ورشة من ورشات العمل الخاصة بتجهيز شبكات شفط مياه الأمطار التي سيتم تجميعها في خزانات قبل أن يتم ضخها في المحيط الأطلسي. شبكة تجميع المياه المطرية في المناطق المنخفضة والمحاور الرئيسية تغطي مساحة تزيد على 15 كيلومتر مربع، ويبلغ طول القنوات 34 كيلومترا من الإسمنت المسلح. نحن هنا وركت إياها في الأشغال في حدود المنطقة رقم 2، لأن المشروع بالنسبة لصرف مياه الأمطار في نواكشوط تم تقسيم على 4 أحواض وأربع مناطق، منطقة 1، منطقة 2 نحن متواجدين فيها الآن،
منطقة ثلاثة والمنطقة أربعة. كل منطقة مزودة بمحطة تجميع عندها قطر 8 أمتار ارتفاع 6 أمتار. الجزء المرئي من ارتفاعه مش كل محطة فرعية وخمسين سنتيمتر نصف متر. المحطات الفرعية سيتم تجميع الماء إليها من خلال هذه المجاري من الخرسانة المسلحة تحت أثير الجاذبية. انطلاقا من محطات التجميع الفرعية سيتم ضخ المياه عبر أنابيب من الألياف الزجاجية تحت الضغط إلى المحطة الرئيسية. وضمن المشروع سيتم وضع 14 كيلومتر من أنابيب تحت الضغط مصنعة من الألياف الزجاجية يتراوح قطرها ما بين 1100 و1800 مليمتر. وسيتم إنجاز 4 محطات ضخ في الإكسر وتفرق زينة والميناء والسبخة. نقف الآن أمام محطة الضخ الرئيسية قطرها 12 متر طولها 6 متر. بعد انتهاء الأشغال إن شاء الله سيتم إنزال المحطة. الجزء المرئي سيكون فقط نصف متر. المحطة تأتي إليها جميع المحطات الفرعية وانطلاقا من هذه المحطة سيتم ضخ المياه إلى المحيط عبر أنابيب من الألياف الزجاجية قطرها 1.5 متر. ما شاء الله مشروع قيم ما شاء الله وينفع المواطنين ومستقبله ما شاء الله. ونشكر رئيس على هذا الإنجاز قيم ما كنا نطمح له. كيف التصرف الصحي اللي في الدول المتقدمة الحمد لله احنا لحقنا المستوى الحمد لله على الإنجاز. فاصلين فيه زمن الأمطار كان يجتمعنا الماء ويريح بينا الناس تتألم منه ويكثروا فيه الحشرات والأمراض ويضرب المواطنين. واليوم الحكومة دعمت لنا عاد عندنا مصرف صحي إلى جهة السحاب يتماصى فيه الماء. تمكن هذه المنظومة التي ستكتمل في غضون 36 شهرا من ضخ كمية إجمالية تقدر ب 225 ألف متر مكعب يوميا مما يسمح بامتصاص تساقطات مطرية كميتها 50 ملم في أقل من 5 ساعات. وتبلغ الكلفة الإجمالية لهذا المشروع 280 مليون يوان صيني أي ما يناهز 15 مليارا من الأوقية تم الحصول عليها في إطار التعاون الثنائي مع جمهورية الصين الشعبية. شكرا لزميل سعيد حبيب. ختاما لنشرة تذكير بأبرز العناوين. جامعة نواكشوط العصرية والمدرسة العليا للتعليم تنظمان ندوة علمية بمناسبة مرور ما يزيد على 100 عام على وفاة العلامة محمد محمود التلاميذ. مدينة الوذيب تحتضن فعالية النسخة السادسة مهرجان تراث الصيد البحري تحت شعار المحافظة على مواردنا البحرية وترقيتها. وتابعتم خلال النشرة ملفا عن مشروع الصرف الصحي طموحات قيد الإنجاز. نهاية هذه النشرة. أعود فألتقيكم بحول الله وقوته عند منتصف الليل. إلى ذلك الحين في أمان الله.